لو جينا نبص على منطقه الشرق الاوسط بتاعتنا وبالتحديد منطقه الخليج العربي مش هنلاقي ابرز من اسمين مهمين قوي: محمد بن سلمان ولي العهد للمملكه العربيه السعوديه، ومحمد بن زايد حاكم دوله الامارات العربيه المتحده. ورغم ان الاثنين فارق العمر بينهم مش قليل، عندك محمد بن سلمان بيتكلم في 38 سنه ومحمد بن زايد 62 سنه، الا انهم في الفترات الاولى من حياتهم كانوا قريبين لبعض جدا والعلاقات بينهم طيبه، كانوا بيطلعوا سفاري مع بعض، وكان محمد بن سلمان بيعتبر بن زايد الاب الروحي ليه، وده اللي انعكس على طبيعه العلاقات ما بين السعوديه والإمارات. لكن لما نيجي نفتح ملف الاستثمار مع بعض ونبص على كل دولة ازاي بتجذب الاستثمارات لنفسها وخطتها ان هي تكون المركز المالي لمنطقة الشرق الاوسط، هنلاقي هنا الموضوع مختلف تماما وبقى اشبه بالمعركة وحرب اقتصادية تنافسية ما بين دبي وبين الرياض. يعني هتلاقي ان السعودية مثلا طلعت قانون الشركات السعودي واللي بدا يسحب البساط فجأة من تحت دبي اللي كانت ماسكة الريادة في المنطقة لسنين طويلة، وده بيحصل لصالح الرياض. وعلى الناحية الثانية دبي مش هتسكت والموضوع بقى سخن قوي بين البلدين. هل بقى التنافس ده ممكن يتحول لخلاف بعد كده؟ عشان نفهم الموضوع اكتر محتاجين نبص على التفاصيل بتاعت كل دوله وايه هي الخطه اللي كل دوله رسمها لنفسها عشان تبقى هي القبله بتاعت المستثمرين في المنطقه. فجهز لي بقى فنجان قهوه كده رايق، وحابب اقول لك لو انت بتتفرج على يوتيوب فالحلقه دي مترجمه لكل اللغات وتقدر تشغل اللغه اللي انت عايزها من خلال ترجمه السي سي 4، عشان لو حد حبيبك كده بيتكلم انجليزي او اي لغه تانية عجبها الحلقه تقدر تشاركها معاه عادي جدا. وبفكرك برده تعمل اشتراك في القناه لان ده بيدعمنا ان احنا نتطور اكتر. وخلينا نخش في التفاصيل على طول. انا محمد خالد وقهوتك وحصاني. قبل ما نبدا حابين نتكلم على سبونسر فيديو النهارده، وهي شركه ابشر اللي هتسهل رحله اي شخص حابب ياسس شركه او يتوسع داخل الامارات او السعوديه. ابشر هياسسوا لك الشركه بتاعتك بمنتهى السلاسه والسهوله، وبدون اي تاخير هيكون عندك السجل التجاري الخاص بيك بالاضافه لاقامه مستثمر وحساب بنكي خاص بشركتك، وكل ده بيحصل فورا وبدون تضييع اي وقت، وتقدر تبدا شغلك مع كل الضمانات القانونيه، وده في حاله ان انت حابب تاسس شركه جديده او تتوسع داخل الامارات او السعوديه. السبب اللي يخليك تختار ابشر بالتحديد وهي خبرتهم الواسعه لوائح العمل والقوانين في الدولتين سواء كان الامارات او السعوديه، واللي بيمتازوا بالشفافيه ويقدروا يخلصوا لك كل شيء بشكل قانوني 100%. وكل اللينكات بتاعتهم موجوده تحت وصف الفيديو ده او في اول تعليق لو انت بتتفرج على فيسبوك. نكمل، خلينا نبدا باللي قالته مجله فورين بوليسي واللي طلعت من كام يوم كده كلام عن التنافس الخفي اللي بيحصل ما بين السعوديه والامارات واللي زاد جدا وبقى ملحوظ الفتره الاخيره، وان التحالف وحاله الصداقه اللي عاشت لسنين طويله بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وما بين حاكم الامارات محمد بن زايد بقى فيها شرخ كبير في ملفات كتير، وان حتى القضايا المتفق عليها زي مقاومه التمدد القطري في المنطقه بقت هي كمان محل خلاف ما بين الدولتين، وبتعتبر الفولين بوليسي رغم سنين التوافق الطويله ما بين الدولتين لكن في منافسه قويه بين الطرفين بترجع لسنه 2009، وقتها كان في مشروع كده لعمل بنك مركزي لمنطقه الخليج اللي هو دول مجلس التعاون الخليجي، يعني بحيث ان هم يكون عندهم زي عمله موحده، مشروع عمله موحده كده، وكان المقترح ان يكون مقر البنك ده في الرياض، لكن ابو ظبي اعترضت على الموضوع ده، وبسبب الاعتراض ده فشل مشروع البنك المركزي لدول مجلس التعاون الخليجي. وخلال الفتره من 2012 لحد 2022 كانت الاستثمارات الاجنبيه بتروح للامارات بقيمه 4 أضعاف من اللي بتروح دايما للسعوديه، وبقى 70% من مقرات الشركات الكبيره وهي الشركات المتعدده الجنسيات موجوده دايما في دبي. لكن مع بدايه 2022 حصل ارتفاع كبير جدا في اسعار النفط بسبب حرب روسيا واوكرانيا، وده على الناحيه الثانيه عمل طفره في الاقتصاد السعودي وارتفعت نسبه النمو للاقتصاد داخل المملكه ل 8.7%، وده اعلى معدل نمو تحققه دولة في التاريخ الحديث كله وبدون مبالغة والله. ومن هنا بدأت السعودية برامج حوافز للشركات الأجنبية عشان تبدأ تنقل المقرات الرئيسية ليها داخل المملكة العربية السعودية. ومش بس كده، السعودية السنة اللي فاتت قالت إن الشركة اللي مش هتنقل مقراتها الإقليمية عندها جوه المملكة وده بنهاية شهر ديسمبر هيتوقف أي تعامل تجاري معاها مع السعودية. بس ده قبل ما يحصل، وبالتحديد في منتصف عام 2021 حصل خلاف ما بين البلدين بسبب معدلات إنتاج النفط، لأن السعودية طلبت من مجموعة أوبك بلس إن هم ما يزودوش الانتاج ويخفضوه عند ليميت معين كده عشان يحافظوا على اسعار النفط في الطالع، وده كان ضد رغبه الامارات اللي كانت عاوزه حصص الانتاج تزيد اكتر، وطبعا امريكا شجعت الامارات على معارضه السعوديه. المهم اللي في الاخر البلدين توصلوا لاتفاق يعني مرضي للطرفين، لكن كان المؤشر هنا ان السعوديه هي اللي كلمتها بتمشي وسط دول اوبك بلس، ومن وقتها الخلافات السريه بدات تبقى علنيه شويه والتنافس بينهم بقى رهيب. يعني خد عندك مثلا دبي اللي اقامت تنظيم مؤتمر اكسبو 2020 وده لاول مره في الشرق الاوسط عشان ترد عليها السعوديه بتنظيم معرض اكسبو 2030. وهنا لازم تاخد بالك من نقطه مهمه قوي، وهي ان الامارات كانت بتتعامل مع مجتمع مفتوح والقيود اللي كانت على الحريات الشخصيه قليله جدا ومش موجوده تقريبا في الامارات، وعشان
المملكة العربية السعودية تقدر تنافس الإمارات في الموضوع ده، ابتدت ترفع عدد كبير جدا من القيود، وبقت الرياض بتستضيف مثلا حفلات ضخمة. ومن كام يوم أعلنت السعودية إن هي هتفتتح أول متجر للخمور، لكنه على الأقل وفي المرحلة الحالية يعني هيبدأ يبيع للوفود الأجنبية والدبلوماسية بس. وكمان لما تبص على المخططات والرؤية المستقبلية للبلدين هتلاقي إن في تنافس اقتصادي عالي جدا. يعني الإمارات بعيدا عن الاقتصاد النفطي ركزت على قطاع المواني والشحن التجاري وحركة التجارة الدولية عموما. هتلاقي شركات مثلا زي أبو ظبي القبضة للمواني ودبي للمواني بيديروا أكتر من 120 مينا ومنطقة لوجستية على مستوى العالم. والناحية التانية هتلاقي رؤية بن سلمان 2030 ومبادرة نيوم اللي ضخ فيها مئات المليارات، وده عشان السعودية تتحول لمركز لصناعة التكنولوجيا، بالإضافة للنقل وغيرها من الأنشطة الاقتصادية. وكل دي طبعا أنشطة غير نفطية، لدرجة إن المملكة صرفت على نفسها أكتر من 100 مليار دولار لتحويل نفسها لمركز لوجستي بحري وجوي، وده تحدي لهيمنة المواني الإماراتية من خلال الاستثمارات الكبيرة في ميناء جدة الإسلامي، والمقرر إنه هيبقى أكثر المواني ازدحاما في منطقة الشرق الأوسط كلها. وكمان هنلاقي إن اختلافات ما بين البلدين مش اقتصادية بس، لأن على المستوى السياسي التقارب السعودي الإيراني الإمارات حست إنه تم بشكل منفرد ومحدش دخلها طرف في المفاوضات، وده انعكس على وجود خلافات ما بين الإمارات والسعودية في الملف اليمني، لأن الإمارات شافت إن السعودية عايزة تقفل ملف اليمن بأي شكل من الأشكال، حتى لو التمن ده على حساب الإمارات نفسها، خصوصا إن الإمارات استثمرت مليارات ضخمة في المواني اليمنية. أما موقع بلومبرج فبيطرح محور تاني للصراع ما بين الدولتين، وإن السعودية أعلنت إن البضائع اللي هيتم تصنيعها في المناطق الحرة أو البضائع اللي بيدخل فيها مكون إسرائيلي مش هتتمتع بأي ميزة إعفاء جمركي، وده بعد ما الإمارات وقعت على الاتفاق الإبراهيمي مع إسرائيل، وبقت المناطق الحرة الإماراتية بيدخل فيها مكون إسرائيلي، وده موجود في كتير من البضائع. وهنا لازم تاخد بالك إن المناطق الحرة في الإمارات دي حجر الزاوية للاقتصاد الإماراتي. أما محطة بي بي سي البريطانية بقى فرصدت التنافس ما بين الإمارات والسعودية من خلال حرب الشركات، واللي وصفته إن غالبا هينتهي لصالح الشركات اللي هتستفيد بحالة التنافس الشديدة دي ما بين البلدين، خاصة وإن المملكة أعلنت عن تقديم مجموعة من المميزات الخصوصي جدا يعني متعلقة بالإعفاءات الضريبية للشركات، وده للشركات اللي هتنقل مقراتها جوه السعودية. وبمجرد ما اتنشر الخبر ده رد ضحي خلفان وده نائب رئيس شرطة دبي بتغريدة ليه على تويتر أو إكس، وقال إن القرار السعودي ده هيضر بمصلحة دول الخليج الأصغر من الإمارات. وعشان تعرف حجم خطورة التنافس الشديد والاستقطاب ما بين الرياض ودبي فخليني بقى أقول لك شوية أرقام كده. فعلى سبيل المثال مثلا دبي فيها 69 ألف مليونير بالإضافة ل 15 ملياردير، وهي مركز الأغنياء الأهم على مستوى العالم، وده حسب تقرير شركة هندل أند بارتنرز. وحط عليهم بقى أبو ظبي عندها 25 ألف مليونير، وبعدها الدوحة 21 ألف مليونير، وتيجي الرياض في المركز الرابع ب 18 ألف مليونير. لكن المشكلة بقى الأكبر، التنافس هنا مبقاش على استقطاب الشركات العالمية والتقيلة وبس، ولا حتى الاستقطاب المليونيرات والمليارات الكبار. الموضوع ده اتنقل كمان للشركات الناشئة. ازاي يعني يا محمد؟ ظهرت تقارير اقتصادية كتير بتقول ان موسم هجرات الشركات الناشئة بدأ، والهجرة دي كلها في اتجاه الرياض تقريبا، وفي كتير من الشركات الناشئة بالتحديد في مصر لمت شنطتها وطارت على المملكة. بس هنا محتاجين نعرف ايه هي الشركات الناشئة او الستارت اب، ومحتاجين نعرف يعني ايه حاضنات الاعمال. ببساطة كده صديقي، الشركة الصغيرة دي هي عبارة عن واحد عنده فكرة حلوة، شركة كده لسه صغيرة بس عندها فكرة واعدة وليها مستقبل بفرص نجاح كبيرة، لكن عمر الشركة نفسه مش كبير وما عندهاش تمويل كافي يخليها تصرف على الفكرة بتاعتها دي وتكبر، وده حسب ما بتقول دراسات الجدوى بتاعتها. وهنا بقى بيجي دور حاضنات الاعمال دي، والحاضنات دي عبارة عن نوعين، نوع بيهدف للربح ونوع تاني بيقدم خدمات بالمجان وبدون ما يهدف للربح. وتقدر تقول ان حاضنات الاعمال دي بيكون عندها برامج مخصصة ومتصممة عشان تساعد الشركات الناشئة ورواد الاعمال، وده من خلال توفير بيانات سوقية ليهم او حتى خدمات تمويلية. وحسب الدراسات الميدانية اللي قامت بيها مجموعة من المؤسسات المالية زي ستاندرد اند بورز مثلا، ففي 87% من الشركات الناشئة اللي خرجت من حاضنات الاعمال استمرت في السوق وكبرت احجامها وانشطتها، بالمقارنة ان في 44 شركة ناشئة تانيين هم اللي خرجوا وكبروا بانشطتهم، وده من غير وجود حاضنات الاعمال. ففكرة حاضنات الاعمال دي هي حاجة مهمة جدا وبتساعد او بترفع من فرص الشركة ان هي تكبر. وللاسف مع الظروف السيئة اللي بيمر بها الاقتصاد المصري ابتدى عدد من الشركات الناشئة انه يبدا الهجرة بتاعته للرياض، ورغم ان اصحاب الشركات دي بيقولوا ان هي مجرد توسيع دائرة الاعمال مش اكتر، واللي هم بينقلوا الاعمال دي لدولة تانية مع احتفاظ بحقائبهم وشغلهم داخل مصر، لكن الحقيقة ان الشركات دي بتنقل المقرات الرئيسية بتاعتها للمملكة. وخلينا نتكلم بلغة الارقام عشان نعرف اسباب الهجرة. مثلا خلال الربع الاول من السنة اللي فاتت قدرت 65 شركة من تجمعات الشركات الناشئة قدرت ان هي توفر تمويلات لمشاريعها، اما الربع الاول من السنة الحالي فقدرت 25 شركة ناشئة بس هي اللي تجيب تمويلات. لكن على الناحية التانية حجم التمويلات اللي اتلم اخر 3 شهور من السنة اللي فاتت واللي قدرت تجمعه الشركات الناشئة كنا بنتكلم في حوالي 195 مليون دولار، لكن في نفس الفترة في 2023 قدرت الشركات دي ان هي تجمع 427 مليون دولار. وهنا ممكن تفتكر ان دي حاجة كويسة،
هيحصل. لكن على الناحيه الثانيه لما تبص على ان جزء من المبلغ ده بنتكلم في حوالي 400 مليون دولار راح لتمويل لشركه واحده بس وهي الشركه المصريه لمدفوعات MNT حالا، في حين ان المبلغ الباقي هو 27 مليون دولار تقريبا كان من نصيب 4 أو 5 شركات بالكثير. اما بقى باقي الشركات الناشئه في مصر ففشلت ان هي تجيب تمويلات لنفسها، وطبعا بسبب الظروف اللي احنا بنمر بيها دلوقتي دي ففي شركات كتير ابتدت تنفذ عمليات من الهجره وتروح على السوق السعودي وبالتحديد في الرياض. الرياض اللي بدات تسحب البساط واحده واحده من دبي اللي تعتبر القبله الاولى للشركات بالاضافه لرواد الاعمال، وده في ظل توفير التمويل الكبير والفرص الاستثماريه الواعده في دبي. وبحسب التقارير الاقتصاديه فمن بدايه السنه خرجت 3 من الشركات الناشئه من السوق المصري وطلعت على الرياض، مع المتوقع ان العدد ده هيتضاعف على اخر السنه. وبتعتبر منصه التجاره الالكترونيه المعروفه باسم تاجر واحده من اهم الشركات الناشئه اللي طلعت على الرياض، رغم ان المسؤولين فيها بيقولوا ان هم بيتوسعوا بدائره اعمالهم لكنهم نقلوا المقر الرئيسي من القاهره للرياض، وده بيقول ان دي هجره مش مجرد توسيع دائره الاعمال، خاصه وان السنه اللي فاتت قدرت منصه تاجر دي ان هي تجيب تمويل سعودي بحوالي 6.4 مليون دولار. اما تاني الشركات المصريه المهاجره للسوق السعودي فهي شركه انتل، ودي شركه واعده جدا في قطاع البرمجيات والذكاء الاصطناعي والابحاث، وخرجت من السوق المصري في بدايه الشهر الحالي. وبيبرر اصحاب الشركات دي ان هم نقلوا السعوديه بان 70% من عملائهم موجودين في السعوديه، وده غير ان القوه الشرائيه اكبر في السوق السعودي، خاصه وان النصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي بيوصل ل 30,000 دولار في السنه. وعشان تعرف اهميه الشركات الناشئه فالشركات الصغيره والمتوسطه بتمثل 18% من اجمالي الناتج المحلي السعودي، وفي ضوء خطه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لزياده الدعم والتوفير للشركات الناشئه فمن المنتظر ان المساهمه من الشركات الصغيره والمتوسطه داخل اجمالي الناتج المحلي السعودي توصل ما بين 35-40% على 2030، وده غير ان السعوديه عندها واحده من اهم حاضنات الاعمال في الشرق الاوسط واللي هو البرنامج الوطني لتطوير التكنولوجيا والمعروف باسم NTDB واللي اطلقته المملكه في 2016 بميزانيه تقدر بحوالي 2.5 مليار ريال سعودي. والبرنامج ده مسؤول عن توفير الدعم التقني والمالي للمستثمرين المحليين والاجانب، ومن حق اي شركه ناشئه داخل المملكه العربيه السعوديه وان هي تاخد دعم جزئي من رواتب الموظفين حسب حجم الشركه وقيمه استثماراتها، يعني كمان هم بيدفعوا لك جزء من المرتبات بتاعتك كشركه، ايه الحلاوه دي؟ وده غير ان الشركات الموجوده في المملكه من حقها ان هي تاخد استشارات مجانيه بالمجان، وده غير اصلا الاعفاءات الضريبيه، وده غير ان المملكه بتطبق نظام الشباك الواحد للمستثمرين واللي من خلاله بيقدروا يتطلعوا لكل التراخيص والاوراق المطلوبه. وعلى الناحيه الثانيه السعوديه بتستعد لاطلاق منصه انفست سعودي، وهي منصه بتعرض كل الفرص الاستثماريه اللي موجوده داخل المملكه، وده بالتزامن مع قرار الحكومه السعوديه بحصر التعامل مع الشركات اللي مقراتها مش موجوده داخل الرياض، وده من بدايه او من اول كده 2024. والقرار ده بتقول ان السعوديه او الحكومه السعوديه يعني اخدته، وده عشان تضمن المنتجات والخدمات الرئيسيه بتاعتها واللي بتشتريها الاجهزه الحكوميه المختلفه بيتم تنفيذها على اراضي المملكه بمكونات محليه مع زياده فرص العمل للشباب السعودي. والقرار ده هو اللي خلى فيه توتر ما بين الامارات والسعوديه، لان من الواضح كده ان الازمه هتكبر خلال الايام اللي جايه، وده بعد ما موسم الهجره ابتدى من دبي للرياض واللي ابتدى بقوه بالذات اخر شهرين دول، واللي نقلت فيهم 44 شركه عالميه مقراتها من دبي للرياض، واللي كانت اهم الشركات دي او من اهمهم يعني بنتكلم في سامسونج وفيليبس وسيمنز وبيبسيكو ودايمنشن داتا، في التوقيت اللي فتحت فيه السعوديه مفاوضات مع 7000 شركه عالميه عشان تيجي وتفتح مقراتها في الرياض، مع وجود برامج للحوافز والاعفاءات الضريبيه والتخفيضات كمان في القيم بتاعت الايجار، ودي نقطه مهمه جدا جدا لان الايجارات في دبي غاليه جدا، وتقريبا العروض السعوديه دي بتوفر حوالي 90% فرق القيمة الإيجارية للشركات. ومن خلال الخطة دي السعودية بتهدف إن هي تجمع 500 شركة عالمية من النوع التقيل قوي، يعني مش شرط رئيسي مثلا عشان الشركات تتمتع بالمميزات دي واللي بتقدمها حكومة السعودية، وهي إن إجمالي عائدات الشركة الواحدة في السنة يكون أكتر من مليار دولار. وبتتوقع وزارة الاستثمار السعودي إن الخطة الجديدة دي هتزود عدد أو تزود حجم الاستثمار السعودي الأجنبي داخل المملكة لحوالي 170 مليار دولار في السنة، واللي جاي بعد قرار حصر التعامل مع الشركات ده بالتحديد. وبحسب تقرير من موقع بلومبرج فالسعوديه بتراهن على استقطاب شركات عالميه بفضل التجهيزات الرهيبه لمركز او مدينه الملك عبد الله اللي بتتبنى من 2006، وده مشروع ضخم يضم عدد كبير من ناطحات السحاب، ومن المفترض ان الشركات اللي هتبقى شغاله في مدينه الملك عبد الله دي هتاخد حوافز خرافيه. على سبيل المثال مثلا بنتكلم في صفر ضرائب لمده 50 سنه واعفاء لمده 10 سنين من العمل بقانون ضروره الاعتماد على الموظفين السعوديين، وكمان شركات المركز ده هيكون ليهم الاولويه في تنفيذ اي تعاملات تبقى مع الحكومه السعوديه، وده بقى في تسهيل الامور المتعلقه بالكفاله والتاشيرات، وده للمستثمرين وعائلاتهم. لكن قرارات السعوديه الخاصه بالحصر التعامل الحكومي ده وده مع الشركات اللي ليها المقر او اللي نقلت المقر بتاعها
للرياض رفع من درجة التوتر ما بين السعودية والإمارات وبين السعودية وبين جيراننا في مجلس التعاون الخليجي عموما. الموضوع كبر وده بعد ما أعلنت السعودية بعض التعديلات في قانون الاستيراد من دول مجلس التعاون الخليجي. زي السعودية أعلنت إن هي هتستبعد أي سلعة منتجة داخل مناطق حرة وهتعتبرها سلع موجودة أو تم إنتاجها في دول أجنبية وبعيدة عن دول مجلس التعاون الخليجي، ومع استبعاد أي سلع بتستخدم المكونات الإسرائيلية واللي هيتم منعها من مميزات أو برنامج مميزات التفضيلية المختص في الإجراءات الجمركية واللي اتفق عليها دول المجلس. ودي ضربة قوية جدا للإمارات اللي زي ما قلنا بتعتمد على المناطق الحرة واللي تعتبر ركيزة مهمة جدا في الاقتصاد بتاعها. ومش بس كده، كمان السعودية كمان أعلنت على إن السلع اللي تم إنتاجها في واحدة من الدول التابعة لمجلس التعاون الخليجي بواسطة شركة نسبة العمالة فيها أقل من 25% هتستبعدها من قانون المميزات الجمركية. ودي تاني مشكلة بالنسبة للإمارات، لأن أغلب سكان الإمارات هم أجانب ومفيش شركة أو مصنع في الإمارات في نسبة عمالة إماراتية بنتكلم 25%، لا بيبقى أقل من كده. وبحسب تصريحات المسؤولين الإماراتيين فقرارات السعودية دي ملهاش أي مبرر وهتسبب نتائج سلبية ما بين البلدين. واعتبرت الإمارات القرارات السعودية دي بأنها نوع من أنواع الترهيب والتهديد بالذات للشركات العالمية، وإن ده خروج عن شروط المنافسة العادلة، وإن المفروض إن السعودية بدل ما تهدد الشركات بالمنظر ده كانت تكتفي إن هي توفر ميزة تنافسية وده عن الموجودة في دبي. وده غير إن المسؤولين الإماراتيين زي منهم ضحي خلفان، ف 75% من واردات دبي بيتم إعادة تصديرها لدول تانية وده من خلال نظام شحن وتفريغ فريد من نوعه احتاجت دبي 30 سنة عشان توصل له. وده غير إن المسافة ما بين الصين والهند لدبي قصيرة وأقصر من المسافة اللي توصلها للمملكة العربية السعودية وبالتحديد للرياض. وبتعتبر الشركات الهندية والصينية هي أهم الشركات اللي بتقوم بمبدأ إعادة التصدير واللي بيحصل ما بين دبي لباقي الدول. وده غير إن الشركة القابضة للمواني في دبي وشركة مواني أبو ظبي زي ما قلنا بيتحكموا في أكتر من 100 ميناء ومنطقة لوجستية على مستوى العالم، وده بيدي أفضلية كبيرة للإمارات في قطاع الشحن على مستوى العالم. وده غير إن القرارات السعودية هتجبر الإمارات إنها تعمل برامج حوافز أكتر للشركات اللي عندها، وغالبا هترجع الإمارات لنفس الأسلوب السعودي وهتخير الشركات يا إما تحط المقر الإقليمي بتاعها عندها أو تخرج بره العقود الحكومية بتاعتها. الحقيقة المنافسة ما بين الدولتين في القطاع ده اشتدت جدا، وده طبعا رايح لمصلحة الشركات ومش بس الشركات الكبيرة أو الضخمة أو ليها مقرات إقليمية، ده لا ده حتى للشركات الناشئة اللي بتعتمد على حضانات الأعمال. الميزة الوحيدة في الموضوع ده إن السعودية والإمارات بقوا الاتنين قبلة للاستثمارات الخارجية، واللي بقى أي صاحب شركة بقى عنده فرصة إن ياخد مميزات مش موجودة تقريبا في أي دولة في العالم ممكن ياخدها من السعودية والإمارات، وده لأن هما في المرحلة الأولى بيحاولوا يشدوا الزبون بالتحديد السعودية. فلو أنت صاحب شركة بقى سواء كان ناشئة أو كبيرة فأنت هتستفيد أوي من الموضوع ده، ولو حابب تبتدي أو تاخد خطوة في الموضوع أنصحك بأبشر هيساعدوك أكتر في تنفيذ الموضوع ده على الأرض، وكل اللينكات بتاعتهم زي ما بقولك موجودة تحت في الديسكريبشن. وبس كده، سلام.